الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لجميع موتانا وموتى الحاضرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولأرواحنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم تب علينا قبل الموت وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت يا خالق الحياة والموت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعتنا ولا تحرمنا اللهم أعتنا ولا تحرمنا اللهم وفقنا إلى قيام ليلة القدر اللهم اجعلنا فيها من المرحومين اللهم اجعلنا فيها من المغفورين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك العفو في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم أعتق رقابنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية ونحن في صحة وعافية اللهم يا إله العالمين يا ربنا يا ربنا ويا إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم اجعلنا في جمعنا هذا من المغفورين اللهم اجعلنا في هذه الليلة من المرحومين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك من المطرودين ولا عن بابك من المطرودين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم أعز الكفر والكافرين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين يا عزيز يا غفار اللهم اهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك
ويقاتلون أولياء اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترضه عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنهم قد تغوا وبغوا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فكيت أسره ولا مريضا إلا شفيته ولا محروما إلا أعطيته ولا محروما إلا أعطيته يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله